السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة كونفور اند اليغونس. بالنسبة للفيديو ديال اليوم ونزولا عند الطلب بزاف ديال المتتبعات غنحاول نوريكم لي ساك ولي بوشيت اللي عندنا في السوق. بزاف البنات كيقولوا ياسمين دير لينا لي ساك. المهم انا نبدا لكم بلي ديزاين اللي عندنا في السولد وفي الفيديو الماجي ان شاء الله ندير لكم فيديو اخر على لي ساك اللي دخلوا عاوتاني في لا كوليكسيون جديده. مي انا عارفه انتم عجب لكم السولد بزاف. مرحبا بكم. بالنسبه لي ديزاين اللي عندنا في السولد كيف قلت لكم كاين دي ديزاين ديال لي بوشيت وكاين دي ديزاين ديال لي ساك. هاوما هبطتهم ليكم هنا باش يجوني ساهلين باش نوريوه ليكم نوريهم ليكم. درت ليكم القريعة هنايا. واخا نتوكلو على الله ونبداو بأول موديل. كاين هاد ديزاين هذا في المارو هذا السيل في الكروكو بقات فيه بياسة. بالنسبة للسمطة ديالو هاهي السمطة الطويلة ديالو اللي كتجي في كسف. هادي بوشيت حلوة صغيرة مزيونة. هما هاد لي بوشيت عاملين بزاف يعني كي كنخدمو بيهم كتر من لي ساك. كاين هاد الساك هذا هو هبط مبغاكمش تشوفو. خليكم متشوفونيش. هاد السير هذا تاهو بقات فيه بياسة وحدة. هذا ديزاين شوية سبور عتجي فين غادي. هذا تاهو ديزاين زوين هذا شوية كبير على الموديل اللي وريتكم الأولاني. تاهو راه فيه السمطة الطويلة ديالو ها بلاصتها فين كتجي. كاين هاد الموديل هذا بقات فيه بياسة وحدة في البلو. هذا تا هو ها فيه ليد وفيه السمطه الطويله ها فين كتركب. هاد لي ديزاين كاملين ديال لي ساك اللي عندنا راه كتكون فيهم السمطه الطويله لا السيكان القصار لا السيكان طول. واخا كاين هاد الموديل هذا هاد السيل ديال دافيد جونز تا هو ديزاين زوين بقات فيه بياسة وحده في هاد الكاكي. كاين هاد ديزاين تا هو ديال دافي جونز هاد الموديل لقاو فيه جوج بياسات بقات فيه هاد البياسة في الخزي. هادا الحلة ديالو كيف دايرة كتولكو هكا كيتحل الساك. هادا ها السمطة الطويلة ديالو ديجا راكبة في هاد الخزي هذا وفي هاد الكري. كاين هاد الموديل في الكامل هذا تا هو بقات فيه بياسه وحده. هذا تا هو راه فيه السمطه القصيره وفيه السمطه الطويله. ها هي نوريها لكم. ها هي السمطه ديالها يعني اللي بغات تهزو في الكسف ها السمطه الطويله واللي بغات تهزو في يديها كاينه ها السمطه القصيره. داكشي كتبقى الحريه ديالكم اللي ارتاحيتو فيه مرحبا. واخا كاين هاد ديزاين هذا تا هو ستيل زوين بزاف وصيفي ولا كولور دابا راه لا توندونس كيبقى الغوز الالوان المفضله عند السيدات في هاد لا سيزون ديال الصيف. هذا تا هو راه فيه السمطه الطويله ديالو ها البلاصه ديالها فين كتجي. بالنسبه للحله ديالو هكا سديتو هكا حليتو ها الساك من الداخل وها السمطه الطويله فيه مازال جيب القدام وفي هاد البارشي فيها السمسلة. ومازال كاين كتكون بوشيت لداخل بلاصه التليفون هكا بارشي صغيره بالسمسلة على حساب الصرف السوارد.
كاين هذا اللي كنوريكم فيه، هذا هو موديل زوين بقات فيه هاد البياسة. هذا الهزة ديالو كتجي بهاد السمطة هادي، فيها لك الطوال وكتقصر وكتجي هكا الا بغيتي تهز هكا، يعني كتصغروا الهزة ديالها وكتكبروها اللي بغيتو. كاين هذا الموديل، هذا اللي مخبي هنا اللور، هذا هو ستيل زوين بقات فيه بياسة وحده في الازرق. باقي عندنا في لي بوشيط هاد لي ديزاين اللي كتشوفو هنا. نبداو بهاد البيج، هذا هو ديزاين زوين ستيل ديال بولاروسي، هذا فيه هاد الفوغيغ هنا، الحلة ديالو ها هي. نوريك، نحاول نوريكم الساك من الداخل. ان شاء الله هالساك تهو راه فيه السمطة الطويلة مازال، وفيه هاد السمطة القصيرة. بالنسبة للسمطة الطويلة هالبلاصة ديالها فين كترك. كاين هاد ديزاين، هذا راه فيه جوج ديال الألوان، باقي فيه في النوار وباقي فيه في الأزرق. هاد البوشيط شوية كبيرة على الموديلات اللي وريتكم الأخرين. كاين هاد ديزاين بقات فيه بياسه وحده في هاد الخزي، هذا تا هو ستيل زوين. بالنسبه لهاد لي موديل اللي كنوريكم راه كلهم فيهم السمطه، واخا ما تشوفوهاش راكبه راه كتشكو كتجي في الساك المخشيه لداخل. هذا دان وفيه هاد لاسانسور القدام بالجلد. كاين هاد ديزاين تا هو، هاد ديزاين تا هو زوين، فيه هاد السده بهاد لاغوجا ليفغ ديال بلعاني ماشي ديال بصح. ها انتوما ها كيفاش كيتسد. الحله ديالو كيف دايره، هذا راه فيه جوج تلوان، فيه هاد الغوز اللي كتشوفو وفيه نوار، ها النوار ديالو. كاين هاد ديزاين بقات فيه تا هو بياسه في الغوز، هادا ها بلاصه تا هو ديال السنطة. كاين هاد ديزاين ديال دافيد جونز بقات فيه بياسه وحده في هاد البيج. بالنسبه لهاد الموديل اللي كتشوفو هذا باقيين فيه ثلاثه ديال البياسات، هذا فيه هاد اللون في الابيض، وفيه الغوز ها الغوز ديالو، وفيه سيلفر ارجونتي. هالبلاصه فين كتركب السمطه هاك منين كيتحل الساك، ها السمطه الطويله ديالو. هاد لي موديل اللي كنوريكم فيهم ديال لي بوشيط. كاين هاد ديزاين تا هو بقات فيه بياسه وحده في الماغو، هذا هو ستيل زوين. هاد البوشيط شويه كبيره، وهذا في الازرق. هذا في البيج،
وهذا في الموف. هذا ديزاين ديال دافيد جونز حتى هو ها السمطه الطويله ديالو. هادو بالنسبه للديزاين ديال لي بوشيت. بالنسبه للديزاين اللي عندنا في الصول ديال لي ساك كاين هاد الموديل هذا نبداو بهاد الغوج. هذا بقاو فيه جوج بياسات، بقات فيه هاد البياسه في الغوج وهاد البياسه في البيج. نحاول نقرب لكم الساك باش يبان لكم مزيان. ها هو كاين هاد الديزاين حتى هو بقات فيه بياسه وحده في البيض. كاين هاد ديزاين في البلو بالغوج تا هو بقات فيه بياسة وحدة. وهذا في الغوج داخل فيه النوار ان شاء الله. هذا تا هو بقات فيه بياسه وحده. كاين مازال هاد لي موديل اللي كتشوفوا الفوق بعادين عليا ما وصلتش ليهم. انا نقربهم ليكم باش يبانوا مزيان. هاد الموديل التحتاني في المارون الزرق، وكاين هاد السيل ديال الساكادو الفوقاني في النوار. هذاك ساكادو ديال البيس هادو كلهم في السول. كاين هاد الساك باقي فيه الغوج. هذا راه ساك وفيه مازال بوشيت لداخل. هانتوما ها البوشيت الداخلانية ديالو. هادي اللي بغات تخليها بحال تخصوص الساك، اللي بغات تهزها بوحدها راه فيها السمطة ديالها. حتى هي راه عندها السمطة ديالها باش كتلبس. هاد الموديل راه فيه ثلاثة الوان، فيه الغوج وفيه هاد الكاميل ها هو وفيه البيض. ها البيض ديالو ها البيض. كاين هاد ديزاين هذا شباب بقات فيه بياسه وحده. ها الهزه ديالو. هذا راه داخل ملتي كولور، في الكاميل وفي البلو فونسي وفي البلو كلير وفي النوار. هاد الظهر ديالو. كاين هاد ديزاين في النوار، هذا تا هو بقات فيه بياسه وحده. هاد لي ساك راه كلهم ديال برا، كلهم في لاكاليتي زوينه. يعني بالنسبه للناس اللي ديجا مولفين كيتقداو عندنا راه مجربين لي ساك ولاكاليتي ديال لي ساك. هما يقولوا لكم شنو كاين. انا لا شكرش غتقولوا حيت انا اللي كنبيع. اللهم ما نشكرش، نخليكم تجربوا نتوما ردوا عليا الخبر. بالنسبه لهذا الموديل اللي كنوريكم او اللون اللي فيه كاين الغوج وكاين نوار. هذا راه ديزاين ها نتوما باش تعرفوا. هادو ديال بولاروسي ها لا مارك ديالهم، ديجا راه غنيه عن التعريف. كيدخلوا ديال برا ها نتوما ولا روسي ديال مدريد ديال الاسبان. ها البري اللي كان فيهم الاول 300 درهم. هذا راه فيه ثلاثه باقين فيه جوج ديال الوان مع درني، ها الغوج وها النوار. كاين هاد ديزاين في النوار، هذا حتى هو سي زوين، بقات فيه بياس وحده في النوار وسمطه دليد بالماغو. ها
هذا سوا الساك زوين وكبير هانتوما داخل فيه الماغون تمن القاع. هذا تا هو ستيل زوين. كاين هاد البلو تا هو بقات فيه بياسه وحده. هذا تا هو ستيل زوين تاواني ديال بولاروسي. كاين هاد لي ساك تا هما فيهم الكبير اللي بغى الكبير هاد الفورما كبيره وفيهم هذا فورما صغيره كيبقى لو شوا ديالكم اللي بغى فورما صغيره ها هي اللي بغى الفورما كبيره ها هي. وكاين هاد ديزاين تا هو فيه فورما كبيره وفيه فورما صغيره هادو كيبقى حتى هو لو شوا ديالكم اللي بغى لونسومبل نبيعوه ليه واللي بغى كل واحد بوحدو نبيعوه ليه ما عندناش مشكل اللي بغى شي حاجه مرحبا. اوكي البنات باقي مازال هاد لي ديزاين هادو غنحاول نوريهم لكم. هذا بقات فيه بياسه وحده قربوا ليكم باش يبان لكم كثر ها هو. هذا هو ديزاين زوين وكاين مازال باقي عندنا لوينات اخرين في الساك اللي وريتكم قبيله. هذا كاين فيهم مازال الكامل ها الكامل ها الكامل ديالو وفيهم الغوز ها الغوز ديالو. كاين هذا في الماغو بقات فيه بياسه وحده ها هو. كاين هذا في الغوز حتى هو بقات فيه بياسه وحده هانتوما هالساك. كاين هذا في الزرق حتى هو بقات فيه بياسه وحده. هالهزه ديالو كيف كتجي. وكاين هذا حتى هو بقات فيه بياسه وحده. نعتذر على الازعاج ناتج عن الماكينه ديال السلو اللي بغات طحن سلو. دابا ولاو هاد الماكن كيسهلوا الماموريه وفي نفس الوقت يمكن الناس ما كيديروش الزيت والزبده هاد لا ماشين كتخلي داك القوام ديال السلو كيدي يطلق ليدام ديالو. دابا هنا في القيصريه ضروري من الازعاج كنقول نصور الفيديو في الصباح ما يكونش الناس بزاف كيكون الازعاج ديال لا ماشين. صورت في العشيه ما يمكنش مستحيل. ايوا صبروا علينا هادشي اللي عطى الله في السوق. هاد الموديل اللي كنوريكم فيه ها هو نقربو لكم باش يبان. هذا فيه جوج تلوان فيه هاد الغوج هذا ديزاين فيرني داخل فيه السيربون فهاد لابارتي هادي وفيه الماغون ديالو ها هو الماغون ديالو. ها هو وباقي مازال في لي ديزاين اللي عندنا ديال السولد. كاين هادو شويه بعادين المهم نحاول نصورهم ليكم ونتمنى يبانوا لكم مزيان. كاين هاد ديزاين هذا اللي كتشوفوا القنتاني في الخزي هذا غنحاول نجبدو ليكم. هذا ديزاين زوين بزاف ها
هانتوما باش نوريكم كيفاش كيجي. ها الهزه ديالو كيف داير. هذا بقات فيه بياسه وحده. هاد الموديل كيدخل ديال ماريا سي ديال ايطالي. بقات فيه بياسه وحده عندنا في السلطه. وكاين هاد الديزاين هذا حتى هو هانتوما. كاين هذا هو بقات فيه بياسه في الكامل. هذا حتى هو الهزه ديالو كيفاش كتجي. التصوير ديال لا ساك شويه صعيب بالمقارنه مع التصوير ديال الصبابط. الساكان كيكونوا عندنا معلقين في السماء. خاصني نتعلق باش نوريهم ليكم. ها انتوما. المهم من هذا الشيء كامل نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما نكونش ضربت تاميرا وتعلقت على والو. اللي عجبو الفيديو يخلي لايك باش نعرف راه عجبكم الفيديو. هذا راه بحال الموديل اللي وريتكم قبيله النوار ديالو. كنت وريتكم قبيله في الكامل هذا النوار ديالو راه داخل فيه البلو في لابارتي ديال السنسله هنايا. ايوا البنات شنو باقي عندنا مازال في لي ساك ما وريتهمش ليكم. هانتوما هذا ديجا وريتكم الكبير والصغير ديالو. هذا راه بقات فيه بيزه وحده في الغوج. ها هو هاو نقربو هنا باش يبان لكم مزيان. هانتوما وباقي مازال هاد ثلاثه الموديلات كيف كان.